هذا ويعاني النازحون الفلسطينيون أوضاعا سيئة بسبب استمرار حالة الطقس غير المستقرة وتساقط الأمطار على المخيمات المؤقتة التي أنشأها النازحون. كما تشهد هذه المخيمات المؤقتة عدم وجود أي مقومات للحياة من مأكل ومشرب أو أي وسائل للتدفئة. فيش أغطية ملابس، فيش حرامات للمطر، لبتنا مي، مش عارفين شو روعينا يعني، مش عارف ايش بدي احكي، ولا فراش ولا لبس ولا هدمة ولا دفى ولا حتى أكل. الصغار يأكل، فيش حليب لها الطفلة، عمرها البنت سنة ونص، سنة ونص بحجم المواليد البنت هذه، حجم المواليد عمر سنة ونص، فيش قربين لبسها، فيش يبوت ندفيها. عن جد هاد حرب أباد، عدمتنا عدم في حياة في التاريخ فلسطين ما صار هذا الحرب. احنا الأوضاع عندنا سيئة جدا، أثناء المطر والخيام زي كما تنظرون كما تنظرون، عائلات وأطفال مشتتين أمية من فوق وما تحت، لا يوجد كهرباء ولا مياه، وحصار مشتد بزيادة، لا غذاء ولا ماء. يعني تقدر تقول أنت الحياة البسيطة جدا. الأحوال الجوية صعبة علينا، يعني شايف كل بيت بلاستيك وخيم، ما تحملش العاصفة الثلجية هذه، والأمطار خشت على البيوت، الوضع عندنا صعب، فيش عندنا قطاع.